اعتقد وجود 3 أندية عربية من مصر ومن الامارات ومن السعودية، اعتقد ان ده هيفرق كتير جدا في الحضور الجماهيري. بلا شك. اليوم يعني عندنا اليوم نادي الجزيرة الإماراتي اللي يلعب في أرضه، وأكيد عندنا أيضا نادي الهلال السعودي وهو اليوم بطل آسيا، ولا ننسى زعيم الأندية الأفريقية نادي الأهلي موجود معنا. أكيد هذا يدعم البطولة ويشكل اليوم أيضا عامل إيجابي في الحضور الجماهيري، خاصة هناك طبعا شريحة كبيرة من الجماهير تعيش على أرض دولة الإمارات. ولا ننسى اليوم أيضا قرب المسافة الجغرافية بين القاهرة وأبو ظبي وبين الرياض وأبو ظبي، ولذلك أنا متأكد أن هناك كثير والعديد من الجماهير تتوافد عدد الجماهير اللي موجودة على أرض دولة الإمارات. شايف إزاي حضرتك تأثير مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات على الحضور الجماهيري وشعبية ونجاح البطولة؟ طبعا أنا يمكن بديت حديثي بأن اليوم نادي الأهلي له شعبية كبيرة، خاصة عندنا في أرض دولة الإمارات وعلى مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية. واليوم نظرا لما حققه نادي الأهلي من ألقاب مختلفة في طوال السنوات الماضية، وله تأثير جماهيري كبير. وأتذكر اليوم التأثير الجماهيري اللي صار في السوبر المصري لعشاق الأهلي في مبارياته اللي قامت على أرض دولة الإمارات، شاهدنا حضور جماهيري كبير ولافت وكان متميز جدا، ونتمنى ان هذا المشهد يتكرر ايضا في كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ محمد، برضو عايز اسال حضرتك، هل تعارض المواعيد كاس العالم للانديه مع مواعيد نهائيات كاس الامم الافريقيه، هل ده قد يؤثر بشكل سلبي على المشاهده، على الاستعدادات، على اي شيء من هذه الامور؟ لا، اليوم نحن بلا شك طبعا انت عارف اليوم الجدولة وضعت من قبل الاتحاد الدولي. اليوم اكيد متابعين للكرة الافريقية متابعين كثار، لكن ايضا العالم كله يتابع ويشهد كأس العالم للأندية وكان في انتظاره في الفترة الحالية. نحن طبعا يعني كلجنة محلية منظمة نتبع المواعيد المقررة من الاتحاد الدولي، لكن بلا شك بنشاهد بطولة متميزة ومشاهدات عالية بإذن الله إن شاء الله. تمام، بإذن الله رب العالمين إن شاء الله.